لك يا فتون! فتون تعالي بسرعة! لك شوفي شوفي! تعالي لهون تعالي تعالي خديه! انت فقت يا حبيبي الماما؟ تعال تعال! انت كنت عند البابا جان عم تلعبه؟ عم تدور على مين يلعب معك ولا أزعل؟ بابا جان أنا كان بدي ألعب معك بس أكيد ما راح حضك، ليش خفت؟ دخيلو دخيلو طالعي من الغرفة فورا. لك جان، معقول أنت خايف ومرعوب من هالكلب الصغير؟ أنا مو خايف أرفان، لأنه ما بحبه. ما بتحبه، أنت خايف منه. طلعي لبرا أنت وياه، يلا. لك كلبون صغير وشكله بجنن، معقول ترعبه وتصبح عليه بهالطريقة البشعة؟ فيني أعرف ليش هيك عم بتساوي؟ شو؟ يعني كأنه ما صار شي مبارح، كأنك أنت ومراد ما اشتغلتوا شي من ورا ظهري أبداً، فهمتي كيف؟ جان عم قلك الحقيقة وحياة الله ما كان عندي علم، برأيك لو أني بعرف كنت بقدر أمسك لساني قدامك؟ ما كنت رح قلك القصة؟ صح، شو ما كان يكون، يلا لبرا. ايه خلصنا، بس من شو خايف؟ والله ما عم بفهم لك شو حلو. بقول لك لبرا يلا. شوفوا قديش لطيف، لك بياخذ العقل يا قديم. حبيبي ليك ما احلى اسنانه ليك. لك فتون قلت لك ما بحبهم، لبرا. شو صار لك؟ لك عضني، لك عضني، اكيد رح يصير معي داء الكلب من عضته كله منك. خلص شو صار لك رو؟ الشبك مثل الاولاد ما بدها هالقد. هات على فكرة كتير بتوجع. طيب ماشي سلامة قلبك، هلا بحط لك المعقم وبتتحسن انت بس رو. بس من الاول وانا عم لك حط المعقم على مهلك وشوي شوي. ماشي والله فهمت. لك لسه هلا قلت لك على مهلك، انت مو معقولة فتون. انا مو معقولة؟ لكن جرو صغير واسنانه لسه صغيرة، معقول يكون هو وجعك لهالدرجة من هالعضلة الصغيرة وما قدران تتحمل؟ ايه ايه هات خدي. أنا الحق علي لأنه سلمتك إيدي وطلبت منك إنه تنطفي الجرح وتعقمي. على مهلك. فهمنا. حاجة تحوس. لك اهدى شوي بدي لفها. ليكي فتون. كأنه طلع من البيت. مزبوط، أول ما عضك قطعت كل علاقتي فيه، دفعت له تعويضاته وطردته فورا. منيح. عم تتوجع؟ لا. سلامتك، ما تشوف شر يا حلو. لك فتون؟ أنا أكيد ما رح يسيبني داء الكلب؟ ما بعرف. معقولة أنت جان؟ ما رح يصير معك كلب من عضة صغيرة مثل هاي. فتون؟ طيب يا فتون وينه هو هلأ؟ مين؟ المفترس. لك خلاص قلعته برات البيت. يا ريت لو انك ما قلعتي. ها؟ يعني لازم يضل تحت المراقبة هو كمان لبين ما ناخده لعند الدكتور ويشوف شو بو، أحسن ما يطلع لبرا ويأذي الناس كلهم ونمبلى فيه. يعني أنا شو بيعرفني إذا هو أخذ كل لقاحاته ولا لا؟ قول والله. والله تعا 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 ما تخاف تعا تقبرني شو رجال. يو 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 يي 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 يي. مو قلتي انه قلعتي الكلب لبرا، ليش حضرتك رابطيه هون؟ جان ما تحكي بهاي الطريقة عنه، إله اسمه هو فلفل. تعال يا حبيبي تعال. ماما عديته لعمو جان. أنا ماما أنا عديته. على فكرة صايرة كتير كذابة بآخر فترة. هلأ أنا كتير كذابة؟ إمتى كذبت عليك أنا؟ نسيتي كيف اتفقتي علي مع مراد ونصبتولي فخ؟ يا الله دخيلك، عن جد أنت مستحيل. قلت لك ما بعرف بالموضوع ولسه بتقلي فخ؟ مو قادرة أنصدق أبداً.
يا الله دخيلك، ماني مضطرة كذب عليك جان. شكلك مبسوطة لحتى مكملة بالكذب تبعك ست فتون، ما عم بيخلص. عيب عيب، انتبه لكلامك منيح، إن شاء الله بتموت من وراء الكلب. وينك فتون؟ أكيد عم تمزحي، ما يعني أنا من وراء عضة ممكن موت؟ انت فوق ما عضيتني قاعد عم تزورني هيك؟ حاج فتون، قلت لك حاج. شو صار لك انت؟ جان؟ 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 لا ترشيني بالمي، لك بخاف من المي، لا ترشيني. خلص روح من وشي، تضرب ما أغلظك انت ولعبك. شو عم بيصير معك؟ انكلبت. لك خلصني، بعد عني بعد. ليكي وشك. لك جان شو هالجان تبعك؟ لكن مشان تعرفي اللي بيجاك رجال تيكين هيك بيصير فيه، اكتبيهم بالسيناريو تبعك. ضحكتني كتير، كنت رح موت بأرضي إلا شوي. روح من وشي، تضرب أنت ومسحك اللي مثل الأولاد. هي خلي عيونك على الكلب على طول. جان يقطع عمرك غليظ العمى. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإطارات لتكون أول من يشاهدها.